رأس وزير الدولة ومحافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس اليوم الاثنين الاجتماع الدوري الأول لمديري المديريات ومكتب الضرائب وفروعه لمناقشة سير العمل بعد الربط الإلكتروني. واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة رشاد شايع سير عمل مكتب الضرائب وفروعه في عموم المديريات لشهر يناير بعد ربطها بمركز تنمية الإيرادات، وأثر ذلك في حل الإشكاليات وضبط الاختلالات التي رافقت سير عملية التحصيل خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها وفقا للنظام والقانون. استنفت الأجهزة الأمنية بالعاصمة عدن حملة مصادرة الدراجات النارية بمختلف أنواعها في عموم المديريات، ونجحت بإيقاف المئات منها خصوصا بمديريتي الشيخ عثمان والمنصورة بعد رصد تزايد الدراجات النارية القادمة من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية. دشنت في مقر قيادة معسكر الحمراء بحضرموت الدورة التدريبية التخصصية في علوم الطبوغرافيا العسكرية وقراءة الخرائط التي تستهدف ضباط معسكرات وألوية قوات النخبة الحضرمية، وذلك ضمن البرامج التدريبية للعام الجديد 2024. العميد محمد الصبيحي مدرب الدورة أشار إلى أن أهمية هذه الدورة تكمن في كونها تمتاز بكثافة المعلومات والمحتوى بهدف صقل المواهب والرقي بمنتسبي قوات النخبة في كافة المجالات العسكرية. كشف الجيش الأمريكي عن تنفيذ ضربات جوية ضد 5 صواريخ في اليمن، أحدها مصمم للهجوم البري والأربعة الآخرون لاستهداف السفن. وجاءت الضربات بعد يوم من توجيه أمريكا وبريطانيا ثالث موجة من الضربات ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ردا على استهداف سفن تجارية وناقلات. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.